السلام عليكم، مرحبا بالناس راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس راهو معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزيت. قبل لا نبداو في الموضوع تاعنا جماعه، السينيال راه عليا بزاف، بارطاج، تفعيل جرس باش نسقطوا السينيال اللي راه على قناه شوبير ديزيت. يعني كاع يلعبوها، يعني يقول لك شوبير حكايه، بصح هما سينيال وشوبير. انا وين نعرف بلي راني ضارهم مزيان، لان انا نهضروا هضره اللي رانا ضارينهم، نهضروا هضره في الحقيقه ورانا ضارينهم. يعني الحمد لله يا ربي، وين تا كنا نهضروا فيها من نهار اللي اقصينا من كاس العالم. وانا نقول لكم العداله الالهيه، العداله الالهيه، العداله الالهيه. جا بن عمري قال لكم يا ودي ما كان لا قصامه لا والو، عداله الهيه. ما كانتش كاينه النيه في المنتخب الوطني الجزائري، وراني قلتها لكم شحال من خطره، والناس كانوا يعايروا فينا، ومن بعد عاودوها. راه سمعتوها ولا سمعتوهاش تاع بن عمري؟ اللي ما سمعهاش يعاودها. حنا اليوم وين عمي حسين جناد، يعني عجبني يعني في الطرح، الله يعطيه الصحه. غادي نشوف وين قال لك الاولى، قال لك يحكى ان ذات مره شخص قدم لحم مشوي لمجموعه من الاشخاص، الجميع اكلوا حتى شبعوا، وبعد نهايه الاكل وعبروا يعني وين عبروا جميعهم عن اعجابهم بنوعيه اللحم. ومع مرور 5 سنوات جاءهم شخص من معدن الشواء، يعني جماعه الكوزينه، وقال لهم يا جماعه هذاك المشوي اللي كليتوه تاع الخروف وجدت، وين قال لهم وين صبته ميت في الغابه. هذه هي، تبعوا معنا وتعرفوا المعنى الحقيقيه تاعها برحمه الوالدين. تبعوا تشوف، يعني ما تغركش البدايه، تبع حتى التاليه، تبعها في 1.5 دقيقة برك، تبعوا تشوف. المباراة الكبيرة اللي فاز بها المنتخب الوطني ب3 أهداف لصفر أمام منتخب كولومبيا، مباراة كبيرة قلت اللي راح تبقى في تاريخ كرة القدم الجزائرية. وبرافو جمال بلمادي، نعطوا له العلامة الكاملة. نظن ناخب وطني عرف كيفاش يسير مرحلة ما بعد التتويج. بلمادي الآن عنده منهجية وخط وطريقه عمل، نظن ربما يفاجئ فيها بزاف ناخبين وطنيين اخرين. جمال بلمادي اليوم يلعب امام يعني المدرب البرتغالي كيروش. اليوم المدرب بلمادي برغ كما الناس ولا لو ريزولتا. باش نعاودوا نقولوا برك لجمال بلمادي، هذا المقارنه بين كارلوس كيروش وجمال بلمادي. اليوم شفنا جمال بلمادي فاز على كارلوس كيروز، عطالو الدرس يفولدير الدرس، ما عطالوش حلول. مو باش تشوف لاطوش، شوف اليوم كيفاش بلمادي فاز عليه وعطالو الدرس. لاطوش تاع الجمال اللي اليوم فوق الميدان. جماعه المونديال راه يستنى فينا، يستنى في المنتخب المونديال الفات اللي عندنا جمال بالنور. مانيش خايف الوطن. خلونا نحكوا على بلمادي، اقسم بالله العظيم غير خطره لعبوا لا كولومبي. كان ما كاش طاقتك، دخلوا ربحوهم، دبروا راسكم، شوفوا لي سيبورتر تاعكم 60,000، ما كاش، ما عندي ما نقول لكم. قال لك اقسم بالله العلي العظيم، قال لك اقسم بالله العلي العظيم. سبحان الله، هذا قال لك اقسم بالله العلي العظيم. واش غادي نقول لك؟ واش غادي نقول لك؟ انا غادي نقول لك بنادم قال لك اقسم بالله العلي العظيم، ماشي انايا، بن عمري قالها. ولا بن عمري قالها، ماشي انا قلتها. ولا تحسبوا بلي حنا قلناها ولا يا خويا، ولي تحسبوا بلي حنا قلناها؟ والله ما حنا قلناها كاع، والله لا بن عمري قالها، بن عمري قالها لكم. ايا وزيد قال لكم فاني، قال لكم ودي هذا الناس كاين اللي كاينه حاجه اللي عجبني فيها فاني بن عمري، نشكرو يعني الناس اللي كانوا يسبوا فينا ويعايروا فينا. وين حاجه قالها بن عمري وهي حقيقه، وين قال بلي هذا كاين بعض الشعب هذا عاطفي. هما لا الناس اللي راحوا مساكين امنوا بالملفاي وامنوا بالمقروط وامنوا، قال لك الشعب هذا عاطفي، يقول له واش يحب يسمع هذا الكلام. بالعمري يعني وهذا كلام بن عمري. اما انا نزيد من عندي باش تفهموا مليح كيما تاع الماتش يتعاود ولا خسرنا مع الكاميرون بسبب قسامه. المشكله من الحكم مشي منا احنا. يعني الشعب هذا يبغي اللي يكذب عليه، اما انك تقول الحقيقه اللي توجع وتكون مره الشعب يولي يسب فيك ويطيح لك. هو الكذب مثل المخدر يخليك عايش في الاحلام، بصح الحقيقه اللي تخليك تفطن وتولي تخليك غاضب. يعني لهذا كي تلقى واحد دار منشور يتكلم فيه الحقيقه تلقى الهيشر اصحاب النظريه الماتش يتعاود يعني والسحور والمؤامره يهاجموا ويسبوا. يعني شحال من خطره تكلمنا عليها قلنا لكم بلي هذو جماعه يعني مدربه ورباتهم العصابه، كلاب رباتهم العصابه، يعني يهاجموا بكل شراسه كبيره. يعني شاهدناهم وين يهاجموا بشراسه كبيره، يعني كل من يعني يتجرأ. هذه ها ولا كيما واحد كتب لي قال لي يعطيني باللي بالعمري، قال يا ودي انا نبقى نوري الواحد كل واحد نوري له. ها اسمع هم دايرينها سبحان الله. ها تبع وانا تبع نقول لك اسمع التاليه ما نزيدش ندير. الجزائر ماشي تاع هذا الشيء، الجزائر تاع ديسكور سونتيمونتال يضرب للقلب. لازم تهضروا مع الشعب، لازم تهضروا انت الشعب يهضر لك على بالماضي، يهضر لك كاين دي جوار في الجزائر اللي ناسيونال ماشي حافظينهم. ما تقعدوش بينا، خلونا ما دخل واحد يدخل قسما ماشي حافظها الناس، قسما هي اللي الناس هذا والاخر شغل الحاجه اللي تموتي بك سي قسما كي تسمعها في التلفزيون يجوك الدموع. صح ولا لا احمد؟ واحد الجوار ماشي حافظينها. هو مع صاحبه يسموه احمد يقولوا صح ولا لا احمد؟ ومن بعد يخرج وحده قال لك قناه تابعه الجماعه اللي ضد بالماضيه، واللي انت وحدك صحابك وانت هدرت معاهم. هاد المعيقات واحد غير يخلطهم على بالهم شي واش راهم يعرفوا. ساعيقات المعيقات ماشي عارفين يقصدوا على بالو يلعبوا يروحوا على بالو بلي يعيطوا له السلام عليكم، وحنا لازم تجي تلعب مليح. واه حافظ قساما واش تا زعماك حافظ واش تا ومن بعد اي قلنا ومن بعد شتا محسوب شتا. هذه هي شك حاسبتها انت حاسبتها حاجه كبيره ولا نورمال. ما لعبنا سبحان الله. قال لك 5 سنين هما مساكين حاسبين باللي كلاو خروف حي وصابه ميت في غابه. ها ولا جا قال لهم شوف المعنى كي دايره عند الرجال، شفت المعنى كي دايره عند الرجال قوتا قوت يضربكم قوتا قوت. جات ما جات هذا ما جاتش انت حاسبها كياك حاسبها جات والله. هيا ريحوا ويا ما تعاودوش الله يرحم الشوابين سكتوا علينا. ياه ما تزيدوش الله يرحم الشوابين. قعدت الناس اللي تعرف بولا كانوا يشوفوا باللي رانا غير نربحوا. انا نهار اللي ربحنا تونس 2-0 من كرات 2 كرات اهداف من كرات ثابته يعني غلطه، موراها تونس عبست علينا. يعني عاقل ميك من بارتيه كل واحد واش يدير. انا شاوت لكم يا جماعه والله لا كوي خسرنا 2-0 ولا 3-0 خاطر جايه كاليفيكاسيون كوب دافريك كوب دي موند. خاطر موراها لعبنا بشهر لعبنا مع جيبوتي ولعبنا مع بوركينا فاسو. انا يعني قلت لكم والله خويا خسرنا 2-0 3-0 فتوع المدرب يفيق باللي اللعابه هذو ما راهمش يقدموا مستوى. يا خويا تقول ما عرفتش طاك يطاحوا عليا ولا راسك يضرك. انا قلت لازم نخسروا باش نفيقوا، ماشي نخسروا في مباراه مصيريه. احنا خسرنا في مباراه مصيريه حتى وين كنا نقولوا المدرب دار عطال سياه في مباراه مصيريه. عطال سياه في مباراه سياه في ماتش اميكو، سياه ديره 2 ديره 3 وشوف لا يعطيك البليس ولا ما يعطيكش. انت في مباراه مصيريه في دقدقه يا دقدقه تروح نتايا مهبول نتايا صاحبي. على هذيك نقول لك باللي يا ودي المهم شغادي نقول لكم صرا لي صرا. غنكون جدي يهضروا الناس تهضر وحده اخرى، خليها على ربي، ربي راه داير.